والراصد يرصد لقضايا بوضوح تعرض ومزايا، طرح له مزايا لأعظم القضايا، طرح له مزايا لأعظم القضايا، كأنصع المرايا يقدم الوصايا، يقدم الوصايا كأجمل الهدايا، طرح له مزايا لأعظم القضايا، طرح له مزايا لأعظم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي له الحمد كله وإليه يرجع الأمر كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم في لقاء جديد من برنامجكم الراصد، والذي أسعد بالترحيب بضيفه الدائم فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع islam.ws وجوال زاد، فباسمي وباسمكم نرحب به، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات جميعا في البرنامج. عندما خلق الله الإنسان وأنعم عليه بنعمة العقل، سخر له من الموارد والسبل ما يعينه على تحقيق أهدافه ومشاريعه في الحياة، ولا شك أن لكل واحد منا مشاريع يطمح في تحقيقها في حياته، صغيرة كانت أو كبيرة، فما هو المشروع الذي يلائمك؟ إجابة لهذا السؤال وعن الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع سوف يكون حديثنا في هذا اللقاء بإذن الله تعالى. شيخ محمد، بداية، الإنسان الذي يعيش بلا هدف أو بلا مشروع يحققه ويسعى إلى تحقيقه ونيل المراد منه، لا شك أنه يعيش حياة بهيمية لا طعم لها. وهنا يعني يأتي السؤال في أهمية المشروع في حياة الإنسان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الله عز وجل خلقنا لعبادته وليس عبثا، ولما قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني سدى وباطلة فقط للأكل والشرب والمرح والنوم واللذات، من ظن هذا فهو جاهل بحقيقة يعني لماذا خلق الله الخلق. والله عز وجل قال فتعالى الله الملك الحق، يعني تعاظم عن الباطل وعن قضية أن يخلق الخلق لمجرد العبث. إذن نحن إذا أدركنا أننا مخلوقين لحقيقة ولأجل مقصد شرعي إلهي في أن نعبده، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله كلها عز وجل، من هنا ندرك أننا لابد أن يكون لنا في حياتنا هذه أهداف وسعي فيما أرادنا الله من أجله. ولذلك كان السلف يكرهون أن يمضي الرجل حياته سبهللا، وينقتون ذلك أشد المقت، حتى قال ابن سعود إني لأمقت أن أرى الرجل فارغا، يعني سبهللا، لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. فهذه الأوقات وهذه السنوات وهذه الحياة التي سنسأل عنها وعن الشباب مرتين، عن عمري فيما أفناه وشبابي فيما أبلاه. ولعل هنا شيخ محمد يعني من المهم أن يستشعر الإنسان مسؤوليته تجاه نفسه وأيضا مسؤوليته تجاه الناس بأن يقدم لهم ما ينفعهم، وإلا كما ذكر شيخ محمد أنه سيعيش يعني سبهللا، والذي مقته يعني أهل العلم والفضل في ذلك. صحيح، ويعني لابد يسأل كل واحد منا نفسه، ماذا أضفت لهذه، ماذا فعلت في هذه الدنيا، ماذا قدمت هذه الدنيا، ما هي الجد، ما هو يعني الشيء الذي عملته وسأتركه من بعدي. ولو نظرنا الأئمة، كم عاش الشافعي ماذا ترك، كم عاش النووي في 1446 ماذا ترك، كم عاش شيخ الإسلام كم ترك. صحيح. الذي يسير بلا هدف يهدر حياته، وعندما لا يعرف الإنسان إلى أين يتجه فإنه لن يصل. وقيمة كل امرئ ما كان يحسنه، لو واحد فكر في قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. والذي يحدد هدف في غالب سيصل إليه لأنه سيسعى. قال أبو الزناد اجتمع في الحجر في حجر الكعبة عبد الله ومصعب وعروة أبناء الزبير بالعوام مع ابن عمر أربعة، فقال تمنوا،
فقال عبد الله بن الزبير أتمنى الخلافة، قال عروة بن الزبير أتمنى أن يؤخذ عني العلم، قال مصعب أتمنى إمرة العراق والجمع بين عائشة بن طلحة وسكينة بنت الحسين. أما ابن عمر قال أما أنا فأتمنى المغفرة. قال أبو الزناد فنالوا ما تمنوا، يعني بويع بن الزبير الخلافة وأخذ العلم عن عروة ونال إمارة العراق والزواج مصعب. قال يعني الذهبي رحمه الله ولعل ابن عمر أو قال أبو الزناد نقل عنه الذهبي ولعل ابن عمر قد غفر له. والملاحظ هنا شيخ محمد يعني هناك علو في الهمة وقوة إرادة في تحقيق المرادة والمشروع الذي أراده يعني هؤلاء وما ذكرت في هذه القصة، ولا شك يعني أن هذا دلال على أهمية علو الهمة، ولا شك أن الإسلام أيضا يندب إلى هذه، فما أهمية مسألة علو الهمة في تحقيق هذه المشاريع؟ طبعا علو الهمة أن يتطلع الإنسان إلى الأعلى في أمور الآخرة، أن يتطلع الإنسان إلى الأعلى في مرضاة الله، أن يتطلع الإنسان إلى الأعلى في الأخلاق في العلم. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. قال عمر بن عبد العزيز إن لي نفسا تواقة وإنها لم تعطى من الدنيا شيئا إلا تاقت إلى ما هو أفضل منه، تاقت نفسي إلى فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها بنت خليفة وأخت خليفة أخت خلفة، وتاقت إلى الإمارة فوليتها، وتاقت إلى الخلافة فأدركتها، وتاقت إلى الجنة فأرجو أن أدرك إن شاء الله عز وجل. الله. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. ومن علامة المؤمن أن يطلب أعلى الدرجتين في أمور كلها، لأن منازل الأبرار لا تنال إلا بالتعب. صحيح. فالمسلم لا يقنع حتى يبلغ من أعماله غايتها وأعلاها وأكملها وأرجاها وأكثرها فائدة وأحبها إلى الله. والإنسان يجب عليه أن يسعى للتفوق خصوصا في أمور العبادات، أمور الدين والطاعة والآخرة، حتى الدعاء. شوف العلو الهمة، إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس، مع الفردوس طيب أعلى الجنة، الفردوس أعلى الجنة. والمسألة لابد لها من تعب، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. الجود واحد يكرم الضيفان ويعطي ويهب، طيب ممكن يذهب ماله، والإقدام في معارك ممكن يؤدي به إلى الموت، والإقدام قتال. ولا قيمة لمن اتكل على غيره ونظر إلى الأسفل على الدوام وظل واقفا مكانه، شباب خنع لا خير فيهم وبورك في الشباب الطامحين. ولننظر إلى حال بعض الناس الذين انتهت حياتهم دون أن يكون لهم أثر. إذا كنت لا ترجى لدفع ملمة ولا كان للمعروف عندك مطمع، ولا كنت ذا جاه يعاش بجاهه، ولا أنت يوم الحشر في من ينفع، فعيشك في الدنيا وموتك واحد، وعود خلال عن وصالك أنفع. وبعض الناس يعني سبحان الله من دنو الهمة مشاريعهم نازلة، تخصصاتهم هابطة. يعني هذا الرجل طلبت منه زوجته الطلاق، لماذا؟ لأن تخصصه الدقيق كان في علم الصراصير. والمصيبة أن هذا الرجل كان مصرا في الزيارات العائلية مع زوجته أن يفتح موضوع الصراصير مع كل ناس يذهب إليه. ومن طريف ما يروى أن رجلا جاء إلى أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، هذا من كبار أئمة اللغة يعني يسعى إليه العلماء، فسأله قال يا إمام ما سألك عن الرباب، ما هو الرباب؟ قال هو الذي يتدلى دون السحاب، يعني الغيم الذي يتعلق بالسحاب، هذا معنى الرباب في اللغة؟ قال لم أرد هذا. قال طيب الرباب اسم امرأة. وأنشده إن الذي قسم الملاحة بيننا وكسى وجوه الغانيات جمالا وهب الملاحة للرباب وزادها في الوجه من بعد الملاحة خالة. قال لم أرد هذا أيضا، إيش تبغى الرباب إيش؟ فقال أبو عبيد فجأة عساك أردت قول الشاعر رباب ربة البيت تصب الخل في الزيت لها سبع دجاجات وديك حسن الصوت. قال هذا أردت، جاي مشوار. قال من أين أردت؟ قال من أين جئت؟ قال من البصرة. طيب على أي شيء جئت؟ على الظهر دابة ولا على الماء؟ قال في الماء سفينة. كم أعطيت الملاح؟ قال 4 دراهم. قال اذهب واسترجع منه ما أعطيته وقل له لم تحمل شيئا، فعلى ما تأخذ مني الأجرة؟